خلينا ابتدي معاك باخر حاجه في التقرير. هل توقعتوا الفوز ده على المصري؟ كل ماتشات كل اللي انتوا عملتوها في كاس الرابطه كنتوا بتكسبوا فيها بركلات ترجيح من نقطه الجزاء، جيتوا قدام المصري اتسحب 4 اهداف. طبعا انت بتلعب فرقه زي فرقه المصري، فرقه كبيره وعندها جمهور كبير ولازم تبقى مركز جامد، واحنا ما كناش احسن حاجه في الدوري في النتائج. كان بيقابلنا سوء حظ غير طبيعي. بس اللعيبه قبل الماتش ده بحوالي 4 ايام 5 ايام اللعيبه كان عندها تركيز 100% اللي احنا البطوله دي بتاعتنا. طبعا ما كناش متوقعين النتيجه الكبيره دي، لكن كان عندنا ثقه كبيره في ربنا سبحانه وتعالى وثقه في نفسنا اللي احنا هناخد البطوله. وكنا دايما بنتكلم مع بعض ان الجمهور دايما بيبقى يعني عامل ذو حدين، يا اما ممكن يجي بالسلب اكتر، بالذات اللي انت الفتره دي معظم اللعيبه اللي بتلعب في الدوري ما تعرضوش او لعبوا تحت ضغط جماهيري قبل كده. فالحمد لله رب العالمين. انتوا فرقه خبرات يعني، انتوا كلكم جايين اهلي زمالك اصلا، فاللي هو انتوا عندكم خبرات كتيره في الحته ديت يعني. عندنا الحمد لله عندنا حوالي 7 8 لعيبه عندهم بطولات قبل كده، فحاسين بطعم البطوله وده كان مد ثقه كبيره في الماتش. والحمد لله اللعيبه لما نزلوا الماتش ما حسوش، ما كانش في اي مشكله، وبالعكس انت لو اكيد شفت الماتش احنا 90 دقيقه تحس ان احنا راكبين الماتش كله احنا 90 دقيقه. ما هو ده اللي خليني برضو اسالك، هل انتوا استغلتوا انه وجود الجمهور ده ضغط على لعيبه المصري انه كان بيزوم شويه عليهم في مع اول انت مسجل على طول يعني، فاستغلته ده لصالحكم ان انتوا تبقوا اهدى تبقوا اروق وبالتالي تمشوا الجيم زي ما انتم عايزينه؟ طبعا استغلنا ده اللي احنا كنا اهدى طول المباراه. وكمان احنا كنا اتكلمنا قبل ما ننزل الماتش على طول اللي احنا لو فرقه المصري ضغطوا علينا من قدام وركبوا الماتش بدري مع الجمهور ده هيبقى في مشكله. فالحمد لله كنا اللعيبه اللي كانت موجوده كانوا ادوا المسؤوليه وقدرنا اللي احنا من اول دقيقه اللي احنا نهاجم من المصري وربنا كرمنا الحمد لله. الاحتفال على طريقه شيكابالا. انت كنت مستني كنت مستني اللقطه. كنت مستني اللقطه دي، كنت مستني التتويج، كنت مستني المكسب. طبعا كنت مستني المكسب. طبعا اهم شيء المكسب بالنسبه لنا كان حاجه مهمه جدا، لان الموسم زي ما قلت لك ابراهيم في الاول الموسم كان بالنسبه لنا صعب. فكنا الماتش بالنسبه لنا كان حياه وموت، لانه كان ماتش هيحيي شويه من الموسم او هيخلي الموسم يبقى احسن شويه. فاللعيبه كلها كانت مركزه. اتمنى اللقطه بتاعت شيكابالا يا جماعه. فلما جت البطوله بقى قلت ادي حاجه كويسه كده لشيكا. طبعا ببارك لهم النهارده على الماتش، النهارده 4-0 ببارك لهم عليه وعملوا ماتش كبير. فبس بكمل لك يعني جت اللقطه بتاعت شيكا. انت كنت مجهز نفسك لما يجي لما نكسب انا هحتفل على طريق كانت اصلا ايه القصه بتاعت احتفال شيكا؟ هي كانت اصلا لما كنت في الزمالك كان هو يعني هو بيعملها ولا لا؟ انا ما شفتها بعد ما مشيت من الزمالك. بعد ما مشيت من الزمالك بعد ما مشيت من الزمالك حبيت تمسي على شيكا. شيكا بقى مسي عليه على الهوا عادي مفيش مشكله. يا حبيبي شيكا طبعا اخويا الكبير، قول له موفقين ان شاء الله ورجعنا البطوله باذن الله. اتفرجت على الماتش النهارده؟ طبعا. ايه رايك؟ لا عملنا ماتش كبير النهارده. الزمالك عمل ماتش كبير عملنا الزمالك عمل ماتش كبير. نون الف سبقتك احساسك برضو بفرقتك. لا الزمالك عمل ماتش كبير النهارده ان شاء الله يكملوا على كده. والبطوله اول ماتش من الماتش لماتش هيعلوا هيلاقوا نفسهم في حته كويسه ان شاء الله. لسه بتعتبر نفسك من مشجعي نادي الزمالك؟ انا اتربيت طول يعني عشت معظم حياتي في نادي الزمالك. يعني ما عشت معظم حياتي في نادي الزمالك. بعد ما مشيت من الزمالك تقريبا ما رحتش نادي الزمالك ولا مره. ولا مره؟ ولا مره. ملهاش علاقه؟ لا ملهاش علاقه. ملهاش علاقه. اصل انت في الاخر وفي الاول لو في حاجه بتبقى ملهاش علاقه بشعورك يعني. لسه جمهور الزمالك بيقابلك بنفس الحفاوه بنفس الحمد لله. يعني الحمد لله رب العالمين، ده نعمه كبيره من ربنا سبحانه وتعالى. للواحد عمري ما قابلت حد في الشارع وغير هو اتكلم معايا كويس وكانت طريقه الكلام معايا كويسه، فالحمد لله دي نعمه كبيره من ربنا يعني. صحيح. هنيجي للكلام على الزمالك بس يعني اللقطه بتاعت شيكا فرضت علينا الموضوع. خلينا نرجع لسيراميكا كليوباترا لان حابب ان انت تتكلم عن التجربه دي وهم الناس كمان ياخدوا حقهم، لانه برضو لما بيبقى فريق متاسس، وانا قلت نقطه ما اعرفش انت خدت بالك منها ولا لا، اول لما طلع سيراميكا كليوباترا، اول لما اسم محمد ابراهيم كانت الصفقه الاولانيه ساهمت في انه يتبني الفريق وادت ثقه. انت بقى مين اللي ادالك الثقه انه الناس دي عايزين يعملوا فعلا مشروع مش جايين يتبسطوا سنه ويروحوا؟ بص هو انا المشروع لما كلمنا عليه في الاول كان انا عندي 2 صحاب من الناس اللي انا بثق فيهم جدا، احمد الاحمر واسلام عزت. ماشي. دول من الناس اللي انا بثق فيهم جدا. كانوا اتكلموا معايا في الـ لما هم صعدوا وكده.
فقالوا لهم عاوزين ناس تقعد معاك وكده، فروحت قعدت قلت لهم انا عاوز اقعد بس اسمع واشوف. فقعدت مع كابتن هيثم شعبان طبعا بمس عليه من الناس المدربين المحترمه المدربين الكبار جدا، ومع مستر معتز ومع الاستاذ طارق، والناس اتكلموا معايا وحسيت منهم اللي هم عاوزين يعملوا حاجه كويسه، عاوزين يعملوا حاجه كويسه. وانا من طبعي بحب التحدي، انا من طبعي بحب اللي انا اخش في التحدي وكده. وبعد كده في نفس اليوم كان حصل قعده بينه وبين الاستاذ محمد الحاج محمد ابو العنين سياده النائب. حسيت من كلامه ان التجربه دي لازم، يعني لازم الواحد يضحي ويخش فيها. والله يعني هو قال لي انا بحب ابقى رقم واحد في كل حاجه، ده كان اول كلمه قالها لي. وبس والحمد لله رب العالمين دخلت، وفعلا الناس كانوا قد وعدهم وجابوا فرقه ممتازه السنه الاولى. ده حقيقي. وعملنا يعني السنه الاولى كنا عاملين حاله غير طبيعيه في الدوري، كان كل الماتشات تقريبا كانت كل الناس بتشيد بسيراميكا في كل الماتشات. ده حقيقي. يعني ممكن يكون حصل دروب شويه، ولكن الامكانيات الموجوده والناس اللي موجوده على المشروع، لا يعني ان شاء الله السنه الجايه يكون احنا لو حصل في اي دروب او اي اخطاء الفتره اللي فاتت نحاول نتفاداها، وان شاء الله السنه الجايه نكون في المكان اللي النادي يستحقه يعني.